تعالوا هنا نطرح بقى سؤال يعني ولعل يجيبنا عليه ضيفنا، ألا وهو هل يكترث نتنياهو أو حكومته أو مجلس حربه لأحوال الأسرى بتوعهم اللي موجودين عند المقاومة؟ ولا هو بيكترث فقط لإيجاد نصر ما زائف بتحرير بعضهم حتى يستطيع أن ينجو بنفسه من الملاحقات القضائية التي تنتظره في حال انتهاء هذا العدوان؟ طيب، المتظاهرين من أهالي هؤلاء الأسرى كانوا يتظاهرون بأعلى الأصوات الممكنة، ويمكن ده من البداية من 7 أكتوبر وحتى الآن، ويتهمون نتنياهو بترك الأسرى للموت، مظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، وهناك بيان لهذه العائلات وبيقولوا فيه إن إدارة نتنياهو فشلت بشكل كامل. المظاهرات بتطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وبتطالب بصفقة لعودة المحتجزين. حضراتكم شايفين هذا هو حجم التظاهر كما تظهره الكاميرات الحقيقة. خلينا ناخد معنا عبر زوم السيد فراس سياجي المحلل الفلسطيني من القدس المحتلة فلسطين. أهلا بك سيد فراس. مساء الخير وتحياتي لك وللمشاهد. مساء النور سيد فراس، يعني تقديرك لهذه المظاهرات وتحديدا تقديرك لتأثير هذه المظاهرات على حكومة الاحتلال ومجلس الحرب. دعنا نقول أن هذه المظاهرات تدحرجت واختلفت شعاراتها من السابق إلى الآن. سابقا كانت تضغط باتجاه الذهاب نحو صفقة فقط ونحو تبادل الأسرى، وبالتالي تضغط عبر مجلس الحرب وتجتمع مع نتنياهو ومع غانتس وإيزنكوت في محاولة لحثهم من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. الآن وصلوا الأهالي وذوي الأسرى إلى قناعة مطلقة بأنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود حكومة نتنياهو، لذلك رفعوا شعار يجب إسقاط حكومة نتنياهو وإسقاط نتنياهو، ويجب الذهاب إلى صفقة وتبادل الأسرى، وتتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها تخلت عن الأسرى والمحتجزين. 7 أشهر كان بإمكان إسرائيل أن تصل إلى صفقة وتبادل للأسرى، ولكن بدلا من ذلك كان نتنياهو دائما يبحث ويكذب على الجمهور في داخل إسرائيل بأنه ذاهب إلى تحريرهم عبر الضغط العسكري، مما أدى إلى قتل العشرات من الأسرى والمحتجزين في لدى المقاومة في قطاع غزة. الآن هناك مقتنعين في داخل إسرائيل 54% أن نتنياهو يبحث عن أهدافه الشخصية ولا يبحث عن تحرير الأسرى أو عن ما بعد الحرب في قطاع غزة، ومع ذلك لم يتم تتويج ذلك على أرض الواقع من خلال أن يكون هناك ضغط هائل على حكومة إسرائيل، هذا أولا. وثانيا لم يؤدي ذلك إلى انسحاب غانتس وإيزنكوت من مجلس الحرب، لأن انسحاب غانتس وإيزنكوت من حكومة الطوارئ ومن مجلس الحرب هذا سيؤدي إلى أن ينخرط المركز بشكل كامل ومؤيدي المركز مع ذوي الأسرى من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للذهاب نحو صفقة لتبادل الأسرى. ومع ذلك تستطيع القول أن هذه الحالة تقلق نعم نتنياهو، وتضغط على حزب الرسمية المعسكر الوطني حزب غانتس وإيزنكوت، وبالتالي قد تؤثر مستقبلا، ولكن حتى الآن لا يوجد تأثير حقيقي وفاعل على حكومة نتنياهو، على العكس من ذلك اليوم بقمعها بمضخات بالمياه. هذا يؤكد أنه لا تزال سردية النصر وسردية أن هذه الحرب حربية وجودية وأن هذه حرب استقلال ثانية هي التي تعم بشكل عام في الداخل الإسرائيلي، وأنه يوجد لدى نتنياهو أغلبية في الداخل الإسرائيلي، هذه الأغلبية تدفعه لاستمرار معركته في داخل قطاع غزة دون أن يعطي بالا للأسرى والمحتجزين. على العكس، بعض المحللين الإسرائيليين يقولون أن الأسرى الموجودين لدى المقاومة ولدى حماس في قطاع غزة ليسوا من ناخبي نتنياهو، لذلك لا يستعجل على الاجتماع مع ذوي الأسرى ولا يستعجل على تلبية مطالبهم، على العكس من ذلك يحرض منتدى الثكالة الذي هو بأغلبه يميني لكي يواجه ذوي الأسرى الذين يتهمونهم أنهم بالمظاهرات هذه يقووا موقف حماس والمقاومة في المفاوضات.
طيب سيد فراس، هل ترى أن هذه المظاهرات قد تثير قلقا لدى المجتمع أو الداخل الإسرائيلي في فترة ما قد تكون قريبة أو حتى بعيدة، من أن الحكومة لا تكترث لأرواح أحد ولا تكترث لأي أسرى أيا كان؟ فماذا لو تفجر الموقف مرة أخرى مثل ما حدث في 7 أكتوبر وتم احتجاز المزيد من الأسرى، وكأنه سؤالا جدليا يطرح نفسه، ألا يتخوف الرأي العام الإسرائيلي من ذلك أو المعارضة الإسرائيلية من ذلك؟ هي كل المعضلة أن للرأي العام الإسرائيلي متخوف من ذلك، لذلك يريد القضاء على المقاومة، لذلك يدعم نتنياهو باتجاه الذهاب باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة. هناك غالبية في داخل المجتمع الإسرائيلي لا تريد أن ترى الفلسطيني إلى جانبها، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. وبعض المقربين والمحللين القريبين من نتنياهو يقولون له أن أي توافق سياسي مع الطرف الآخر هذا لن يجلب الأمن لإسرائيل، وأن عبر التجربة من جلب الأمن لإسرائيل فقط هو الجيش الإسرائيلي، بما معنى يحرضون باستمرارية الحرب واحتلال قطاع غزة. وما يقوم به نتنياهو من احتلاله للمعبر رفح من الجانب الفلسطيني هو تأكيد على احتلاله بشكل كامل لقطاع غزة، ووفقا للخطة التي هو يبدو أنه ذاهب باتجاهها، وهي الاحتلال المباشر وغير المباشر لقطاع غزة، بما معنى أن يحتل مناطق بشكل مباشر ويفرض سيطرته الأمنية على مناطق أخرى بشكل غير مباشر. لذلك هو لن يذهب إلى صفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى نهاية الحرب على قطاع غزة، هو كان مستعد للذهاب إلى صفقة مؤقتة فقط للإفراج عن المدنيين وكبار السن، ومن ثم يستأنف القتال في قطاع غزة. أما حينما جاءت الورقة المصرية القطرية التي أيضا وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤدي تدريجيا إلى إنهاء الحرب وانسحابه من شمال قطاع غزة، رفض ذلك، وكان هناك إجماع لدى مجلس الحرب على الدخول إلى رفح والمنطقة الشرقية ومعبر رفح، حتى أن هناك أخذ ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول إلى شريط الحدود والدخول في عملية محدودة في داخل قطاع غزة. لاحظ اليوم تصريح السيد بلينكن وزير الخارجية الأمريكية يقول كان على إسرائيل أن تنهي الحرب في يناير، فهي إما كانت تكذب وإما أن إسرائيل تورطت في قطاع غزة وتورطت الحرب، ونتيجة لتورطها تستمر في معاركها في داخل القطاع. ولا يعقل أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي بهذه الطريقة ويقول تخطئ أو تورطت، هم كانوا جزءا من كل التخطيط الذي جرى لقطاع غزة، وهم من أعطوا الضوء الأخضر للدخول إلى منطقة رفح، وحتى الآن لا يوجد ضغط حقيقي أمريكي على إسرائيل بهذا الاتجاه. إذن أي الاحتمالين تراه أقرب سيد فراس، التورط أم الكذب؟ لا، هو الكذب بالأساس، لأنه هو أصلا متورط منذ البداية في المعركة. إلى أي مدى؟ يعني أمريكا تعرف جيدا أن نتنياهو يكذب، وحتى زملائه في الائتلاف الحاكم سموتريتش وبن غفير يعرفون أنه يكذب، لذلك دائما يلزموه بالمواقف خوفا أن يكذب عليهم، وهددوه بالانسحاب من الحكومة إذا ما ذهب إلى صفقة بهذا الاتجاه. لاحظ في مسألة مهمة أساسية، يستطيع نتنياهو وحكومته الاستمرار في هذا العدوان؟ يعني متى سوف يتوقفون؟ أم أنه نتنياهو في احتياج إلى صفقة خروج آمن حتى لا يلاحق أمام الداخل وأمام الكنيسة وأمام القضاء الإسرائيلي؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، ويبحث الكثير من المفكرين والمحللين متى ستكون هناك نهاية للحرب. لن تكون هناك نهاية للحرب بوجود نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبوجود هذا الائتلاف من سموتريتش وبن غفير. لديهم مخطط لحسم الموضوع الفلسطيني بشكل عام جغرافيا وديموغرافيا. لا تزال مسألة الترحيل مطروحة على الطاولة، إن كانت في داخل قطاع غزة أو في داخل الضفة الغربية، وبالتالي هم يريدون أن يغتنموا الفرص ويحققوا هذه الأهداف إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. تستعصي عليهم بعض المسائل، يحاولوا أن يطوعوها أو يحاولوا أن يزيدوا من العنف والإفراط في القوة
تجاه الفلسطيني لعلهم يحققون الهدف بالتهجير أو بالتطهير ضد الفلسطيني. الحكومة الإسرائيلية الحالية ضمن الواقع الداخلي في إسرائيل حاليا غير قابلة لأن تسقط في مرحلة قريبة، قد تكون على المدى البعيد وليس على المدى المتوسط والمدى القريب، لأنها لا تزال تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية. 26 مليار أقر الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ مساعدة لإسرائيل اقتصادية وعسكرية وإنسانية كما هم أسموها ضمن هذا النطاق. لذلك إسرائيل سوف يتم التغير في داخلها وينقلب المشهد إذا حدثت مسألتين: انسحاب إيزنكوت وغانس من حكومة الطوارئ، وإذا ما كان هناك ضغط أمريكي حقيقي على هذه الحكومة يؤدي إلى أن يكون هناك مواقف دولية إن كانت أوروبية أو إقليمية تجاه نتنياهو. لاحظ الموقف المصري وموقف الإمارات، كيف ردت مصر على إسرائيل ورفضت أن تتعاون معه في مسألة كرب أبو سالم، لأنها تعلم علم اليقين بأن نتنياهو لا ثقة به، وأن نتنياهو ذاهب ليكون بشكل دائم في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويحاول أن يكون هو حلقة الاتصال ما بين أهل قطاع غزة وما بين الخارج. ولاحظ وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد الذي تحدث وقال: لن نقف ولن نساعد الإسرائيلي في احتلاله على قطاع غزة، ولن يكون هناك دور للدول العربية إلا إذا كان هناك حكومة فلسطينية ضمن رؤية سياسية تؤدي إلى قيام دولتين. هو نتنياهو يبحث عن فرض الأمر الواقع في داخل قطاع غزة، ثم يأتي بالأمريكي لكي يحاول أن يتعامل وفقا للواقع وتحت مفاهيم إنسانية، وبالتالي يضغط على الدول العربية لتساعد في ذلك. ولكني أنا أعتقد أن نتنياهو ذاهب نحو مصير مجهول لدولة إسرائيل، طيب لأنه ذاهب أخيرا إلى حرب استنزاف طويلة في داخل قطاع غزة أخيرا وفي سيد الجبهات فراس، المتعددة. بهذه المواقف العربية ما بين القاهرة، أبو ظبي، الرياض، يعني نستشعر أن هناك أملا في أنه يتم ممارسة ضغط ما من المجموعة العربية على واشنطن. هل تتوقع أنه يتم يعني خلق ضغوط ما أو اللعب بمجموعة من الكروت والأوراق على البيت الأبيض حتى نستطيع الوصول إلى هدنة المراحل الثلاث؟ يعني ماذا ترى؟ يعني أرى أن سيكون هناك نعم ضغوط من الدول العربية على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه، وهي تحاول أن يبدو كما يبدو أمريكا تحاول أن تعطي إسرائيل مزيدا من الوقت لكي تقوم بالضغط على حركة حماس وعلى المقاومة لعلها تغير من موقفها فيما طرح بصفقة تبادل الأسرى وتتراجع عن مفاهيم الانسحاب الشامل ومفاهيم انتهاء الحرب بشكل كلي. ولكن ستفشل إسرائيل في ذلك، لأنه عبر كل الضغوطات العسكرية لم تستطع أن تفعل ذلك، ولم تستطع أن تطوع لا حماس ولا المقاومة بهذا الاتجاه، وأنه صحيح. لا يوجد حلول عبر المسائل العسكرية ولا عبر الاحتلال. إذا أرادت إسرائيل أن تعيد احتلال قطاع غزة وتعود إلى ما قبل عام 1993 فهي تتحدث عن انتهاء مفهوم الدولتين، ونحن ذاهبون إلى مفهوم الدولة الواحدة التي تقبر المشروع الصهيوني، بما معنى دولة المساواة ما بين البحر والنار، وأن المعضلة الديموغرافية سوف تزداد وتؤرقهم أكثر، لأن احتلال القطاع يعني التساوي في عدد الفلسطينيين واليهود في داخل الجغرافيا ما بين البحر والنهر بهذا الاتجاه. ولا يوجد حلول إلا الذهاب نحو مفهوم الدولتين ونحو مفهوم رؤية سياسية تؤدي إلى انسحاب إسرائيل بشكل شامل من كل قطاع غزة وتؤدي إلى تبادل أسرى. غير ذلك إسرائيل ذاهبة إلى حرب استنزاف ليس في القطاع وإنما في الجبهات المتعددة. إسرائيل ذاهبة إلى عزلة دولية على المستوى الدولي، خاصة أننا الآن نتحدث عن مقاومة ضد الاحتلال في ظل متغيرات كاملة على صعيد المجتمع الدولي. نحن طبعا لا نتحدث عن معطيات سابقة، كان المجتمع الدولي كله يرى إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، كان الآن يرى انكشفت الكذبة هذه الكبرى. الدولة بشكل صحيح. كامل. أنا بشكرك جدا سيد فراس ياجي المحلل الفلسطيني من القدس المحتلة فلسطين، كل الشكر.